أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الطلاق فرينك سورة لغم عابي مدنية المدينة كسودك تيوايات وايد هادنا 13 آية سدحية طبان آية دودوي سورة دائن ميشان كقلي نوحا ليرا سورة الطلاق ايا ليرا تسمية دا سوحي كميتا قاعدة دي كلية دا هيدون قرآن كسوة مري جرنوة هادي من باب تسمية الكل باسم بعده على عادة الله تعالى في كتابه شيء كلي او بعض كميدا لغوما عابي عادة الهي كتاب كيس قدر استاي كميتا هي سورة دار مركة وحاوية وسورة مدنية وحالوغا ورمي الدوناء تشريعات ايالوغا ورمي الدوناء ايضا او مركة سي احكام كورما اي قارهان وحاوية سي هاد سورة دابا لغوما عابي دلاقي اي احكام تيسي اي او مركة سي وحاوية عددي اي او وحاوية خجعدي اي او مركة سي خلاعي إيه النفقات أمورهاس إيه الوقهات للدوانا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي النبي كانوا أيها الإلهي إذا وقت طلقتم النساء وإنك أدفريسين فطلقوهن فروا الإلهي لعدتهن عددوا ذا وقت هذا فروا الإلهي وأحصوا كوابوا لهي الله سبحانه وتعالى العدة عددة كواب واتقوا الله الله كعب صدى ربكم ربينا لا تخرجوهن بحنها وإن كاس أدفرتين ودهي ألي من بيوتهن قريهودها كبحنا قريها اللغو فارقو اللغو فري ولا يخرجن أيقون ييسن بحن إلا عدوذو كدا ما هيسو إلا أن يأتينا إنا إلي ماذان مويان أيود إله بفاحشة فاحشو فالحمو مبينة أوعد أما مبينة لعديي وتلك تاس لغا صور أبو أحكام تاهي حدود الله إلهي حدود سوي ومن يتعدى روحه قد بحدود الله الى حدود ديسه فقد حقيقها ظلم كاس وادلمي نفسه ونفتي سايود الميو دحي الله ادنا الله وحو دحي قفكه مطلقه هو وحفري لا تدري ما اكسونت لعل الله الله انه مديه يحدث انه سو درسيو بعد ذلك طلاق بعد ديس امرا امر او سو درسيو آيادة تنأيضو إلهي سبحانه وتعالى رسول كيس أو كل خطابه أيو إسلام مركز نمراتك أو يهي النبي عليه الصلاة والسلام يا أمدي سأيتاي أيا قابك وحلو فرا أيو أيا إلهي سبحانه وتعالى نوغور رميا الله وحولي سبحانه وتعالى يا أيها النبي النبي كانو أيو الإلهي واسيدة تعظيمك هو إلهي سبحانه وتعالى رسول كيس مرور بأونا ديو يا محمد إيو لمدهن ولقيس يا أحمد إيو يا لمدهن إن بالنبوة اللي يقولنا هذه رسول لماذا نقول هذه أنت أسوأي وحن نبقى أن عليه الصلاة والسلام أنبياء قد ويها تأسوأي يا أيها النبي النبي كروا أيها الإلهي مرادكم مركة وحاوية أساق يا أمدي سوائي محايا لقرينة عن صوص عطه وجمع أياك أغيسيه إيسه إذا وقت طلقتم النساء هوانك أد فريسان معناه وحوي إذا أردتم الطلاق على قوضة هوانك مركز ربتين أد فرتين أو فرين مركز أوي مادو وحي الله معنى تاي فإذا قرأت القرآن فاستعد بالله وكلا ومركي وحوي قرآن كقرديس أدوني سينو إن قرآن أخر سي أربتين فاستعد بالله سي وكلا وهي مركي الله فرك بعد
ما أهن وحاوي إذا دلقتم النساء هؤلاء كمركات فرع سار وإنا فرتين الدون يسين فضلقوهن فرع أيوه إلهي لعدتهن لوقت عدتهن عدده ذا وقت هذا كفر إلهي حاله لجي ذا لوقتهن وحاك ليكرا لم تنوال لتوقيد علينا لعدتهن لأول عدتهن وي عدده ذا أول كذا ماشي كعدة ترسان عيان وهذه الله فرع عدة أقبل عبنا يسو مركز وحاوية بأن يكون الضلاق في ظهر لم تمس فيه سيدة مارة يا رسول كان عليه الصلاة والسلام حديث صحيحين بخاري مسلم ورير وكفى سري مركا قال أوليها فضلقوهن فرع الإلهي لعدتهن عدده ذا أول كذا فرع ووقت عدده أي ترسان عيان وهذه الله فرع عدة أقبل عبنا يسو مركز فرع يوضع الله سبحانه وتعالى وحانوية إن طلاق أو دعوه ظهر أن ناقتل وجماع وإنه كدعاه أيضو ناقتل جماع أيا الله فرع ياه وحاك له مركز حرام إن أيضو عاد قبته أو حيل قبته إن أيضنا الله فرع مركز هرت وحاوية ويكال دويهنو هدي وحاوية ظهر أو لغو جماعي لغو فرع دور كاس عدده واوغا بلابريسا لكن دلاقاس ايا حراما محايلا هدو بركاسي وحاوي هوينتي انو ورقو صوبح او ريبا اي تمادو ايا اما كاريسا اما قفكي قدال او كشالايو ناكتي فرون كيدي هدي لغو فروه ايدو عادة قبتانه وها لو حرما ايدن تدويل العدة عدد ايا ديران ايسو عادة مركاس لغو فروي عادة كأفر مركي دعنسو ايقاشو ayaa waxa weeye cudadeeda dhamaanaysa laakiin hadii daahir lagu furi lahay waxa weeye intaas ma gaari lahayno waxa weeye intaas ka yar ayay markaas ay waxa weeye ay ku noqol heeday ayay ku cudadeeda ku dhamaal heeday dhowrkaas markaas kiisa saddexaad ayaa markaas cudadeedu ku dhamaal heeday marka hadda waxa la isfaraya waxay tahay ayadoo markaas caado tirsa karta oo caadadeedu ay caadi u tahay in la furo cudada lagu dheereeyahay ayaa la diidayaa maxay lahaweenta hadii la furo inay fursad ay hesho hadii cudadeedu dhamaato inay nin guursan karto ayaa markaas loo baneynaya sababtoo ah waxaa la diidayaa dhibaato in lagu haayo maxay la nafaqay u baahan tahay nolol ay u baahan tahay hadii hada waxa weey ninkaan ay ka tagta nin kale inay guuriso ayaa u suurta gali lahayday hadii kalantood waxa weey saas ay markaas waxa weey أي مركز أوقف وضعت أهرين تاضي اختيار أون لها تو اختيار كذا مركز أسود دكدبو لكن وحوي تدوير العدة إن لا سمايه حرام وي مركز هذا آيدا أنت أنا مع هذا أنا أقولين وحاس ونسول كذا عيبا لي له هذا رسول كان عليه السلام أيا وحاء أوفري هؤلاء كي سميت كمده زوجتي سي هذه حفصة بنت عمر أمنا حفصة بنت عمر أيا النبي عليه الصلاة والسلام وطلاقي مركو فري أي أهل كيد أتقتي إلهي مرك آيدة سودجي إذا دلقتم النساء فدلقوهن لعدتهن مرك النبي عليه الصلاة والسلام وحا لورد هاي وحك رب الله قد هاي راجعها سوء عشالي حفصة فإنها صوامة قوامة ومت صوم بدن وقد غيام الليلك أقومئك وهي من أزواجك في الجنة وحينك ميتها هوين كاغا أو جنة أو حور العين تأيك ميتها هوين كاغا حور العين تأيك ميتها أو جنة مركا وقت قاس وحاوي ناكت وحال الروي إن مركاسي إن هل دلاغل غفر مركاس هدي عدادة وكركاسي ماذا حيدا قارتو مدك الوديو هدى نساس ليالو لكن رسول كان عليه الصلاة والسلام وحالا فرئينو مركاسي حفصة وسوء عشادو محايلا وحيابا بداني علماء الإسلام كو كقرين تاريخ دا محايلا وحالا شاق سيدنا عمر بن الخطاب قواديسي مركي لفري إنو مركاسي آدي آدو كربوضي أو حيران أو نقضي أو حتى عرقنا سواقا تمدح إساقاشو باي مركاسا وحاوي أيضا اللورد إمرنا يا ملك الجبريل النبي قيمد عليه الصلاة والسلام نركاسو داي جانبك عمر الله إلالية حفصة سوء علي arinta lagu furana waa ku tagi doonaa suurada kadambeysa
وحاوية سابق رسولك عليه الصلاة والسلام وهي به سير تيسا هاي أو إن شاء الله تعالى سورة لما تحرم أيان أغتق دونا أرين تاس مركي وحاوية أي فافسين أو مركا سيرت أي قريين أرين كتلا تي هذي أو سيرت نبي عليه الصلاة والسلام وهي به أو كسر أي مركا سيها وينكيك لأشياك تي وأكتق دونا دي أليرا سببتو أقفك الضمركا حلك سارا وحاوية إني سيرت زوج كذا إني شاكت ما فيعنا سببتو أتاس وحي كينيسا خلاف أي كينيسا فالحمي كينيسا شرف دره كينيسا ناغوهنا وحي أبدينهين إني مروال بشاكا كوكالا أو آدان أما دادك أو آدان أيغو رقو دا كشاكينا تاس وحاوية دنبي وينو كبائر وي وحيابها فرقادا كينا إيه تهمدنا تاسا كمدا ناغتا وي كحر منتاي إني زوج كذا سيرتيسا أي شاكتو oy dadka uga sheekeyso ninkana sidaas oo kale intood way maxay ila rasuulka nuxuu dhay cali sallallahu alayhi wasallam ashadu naasi adaban yawmal qiyamah hadiis ay haywaay maalinta qiyaamada adabka kuwa ugu daran arrajulu yufli imra'atahu wa tufli ilayhi thumma yanshuru sirraha waxa u dhay maalinta qiyaamada waxa ugu adab daran inta la adabo nin oo naagtiisa gaaraya oo waxa weeye sirteeda iyo xaaladeeda markaasi dhaqanka dhex gelaaya markaas ka bacdi sirteeda faafinaaya oo wixii naagtiisa oo kala kulmay iyo xaaladii markaas sirta heedo hooso dadka uga sheekeynaya kuwa ciyaala suuqa ayaa jiro waxyaabahaas dhaqankooda ay tahay maalinta qiyaamada kuwa ugu cadaab badan oo ilaahay cadaabtaas weey ayaduna bil aks sidaas oo kale intood hadii waxa weeye ninkeeda sirtiisa ay faafiso waxa weeye sidaas oo kale intood ashadu naasi cadaaban yawmal qiyaamati noqonaysa marka waxa la rabaa arintaas ragga iyo haweenkuba inay iska ilaaliyaan ciyaala suuqnimada ah way waxa kale oo asar soo aroortay nabi waxa uu dhay tazawaju wala tudalliqu guursada oo waxa furina fa inna dalaqa yahtazu minhu al'arshu dalaqa waxa la gilgishay arshiga ilaahay dalaqu shay xun weeye oo maaratay aan fiicnayn ilaa in laga fursa waayo mooyaane oo wax sahla maaha meelna waxa ay la tudalliqu nisaa ilaa min raybati naagaha furina ilaa shaki mooyaane fa inna allah azza wa jalla لا يحب الذواقين ولا الذواقات إلهي سبحانه وتعالى مجعل كوا واحد من تبضنه أو رجع يا هوانك واحد من تبضنه وحوي مركز وحال ديدا يا هوانت إلا اسكفره بدون مركز وحوي صاب الآن أو هوانك مركز هفرنا إلا شك شك جو حوي مثلا ب وحوي وحال وتهن سيها وحيابها حن أو مركز سيد فاحش هذا يا للسوق نمر وحاسال وتهن سيه مثلا بو حال أركي ناقطة يدو وحوية ميالها مواقف التهمك أو ضدك ناقحة حن إيو ضدك حمو شيادين تاهو ميالها إي قلقلان يدو قلقليسة أما وحوية وحال أركي زوج كيذا نمان أهينين أو مركاسي ميال خاري أي كولتاهي وحيا بسيد عاس أو كالانتود أو هادة بدان أبا فرينكا كانو تهمداس وحيا بها دي متهمد ناقطة دي نقطة أو وحوية تهم أي كانتو waxa weeye in la iska furayaa banaan oo waliba waa la iska furayaa sababtoo ah waxa weeye nolosha baa xumaanaysa isla dhaqanka baa xumaanaya maxay ila ilaahay ma jecelow dha rasuulka kaleey salaam salaam kuwa wax dhadhamiya dawaaqiinta waxa la yiraa rag waxa jira mar walba inay naag cusub ay guuriyaan raba oo tii hore furaaye tu kale guurinaaya waxba maalin marba wax iska daba gedihaayo oo sidaas ayaa jira waa sheyga sayfool xumaan weeye دواقينا ليرا معناها وحبي ددميان وضد او وحاجر الدبي عديسه بشرقه يا اخلاق يسوساس ايتا دواقات ايغونا ولا دواقاتي هوين ايغونا وحاجره مرنا نينكي غوشان ان كقنعينين او مر ولبا وحاويه وح سو تاغره مالين ولبا اون ميل ولبا ايشود اسي تاغنتايو مالو ولبا غوري عصب جلايا جرا او سداس مركاسي كي اوو فيناي حتى داي غلانه نفتود ايسن اسامخي اني كنغادان oo akhlaaq xumadaas abuurista oo qariisada qaba jira rag ayaguna sidaas oo kale ayaa jira marka habde ilaahay ma jecla markii la dhahay alla waa cadaabaya nikaaxa waxaa loogu galay dawaam ayaa loogu talagalay qofka dumarka inta loo dulqaado kara loo dulqaataa la rabaa haweenta lafkeeda sawjkeeda inay u dulqaadataa la rabaa si waxa weeye markaasi saacada loogu noolaado oo qoyskaas u qoys markaasi tarmo oo qurxanaado si uu u noqdo ayaa loo baahan yahay laakiin hadii maratay sida dumarka qaar kood haddii ninka ay leedahay rag baa ii taagan ay leedahay iyo waxaabaha sidaas asaguna sidoo kale intood u leeyahay
hadda aniga waa maartay lay taagan yahay dadka saas ku dhaqma waa aad iyo aad u tira badan yihiin wiliba dhaqanka Soomaalida wax aad iyo aad ugu badan oo aad iyo aad u akhlaaq xuma weeye waxyaabahaas in laga tagaa loo baahan yahay oo qofku waxa weeye wixii Ilaahay siiyo inuu ku qancaa loo baahan yahay laakiin hadii maalin walba uu maartay mid cusub ayadana meel si aadayso intaas oo dhan lugaha la isii gelaayo aad iyo aad arin u fool xumo akhlaaq xuma ah oo siftinimaa weeye arintaas marka waxaa la rabaa in la iska ilaaliyo oo aan markaas arintaas laga fiirsada lagu baahayo xadiisa waxaa soo aroray asagana ma xalafa bidalaaqi wala saxlafa bihi ilaa munaafiqun dalaaq kuma dhaarto daarna kuma raadso ilaa munaafiq mooye dalaaqa waa laga deyriyey ilaa in markaasi uu ku yimaado sidii markaasi waxa weeye oo markaasi uu ahaay sida hadda xadiiski markaasi naagaha furina ilaa tuhma mooyaane iyo waxyaabo kale intoodo laga fursa waa inay tabaado muyaan wax dalaaq lagu degdeg ma aha marka xagga fiqhigi hadaa soo noqono aayada fadalliquhunna wa ilaahi furaw dha ilaahi liiddatihinna iddadood hadda ilaahi hala furaw dha hadaa doorisaa furtiin saan ku fura furidkuna inuu imaahayo ayaduna waa cadahayo hadee baabu dalaaq asaguna baab gooniya waaye marka waxa yaa wax laakiin markuu imaanayo waa inuu ku yimaado waj oo saxiix waa inuu ku yimaado iddada marka waqtigeeda sida hadda aan soo sheegayna weey xadiiska nabiga kaleey sallallahu alayhi wasallam uu ku fasiray oo saxiix hadii saxiixaynka ayaa sidaas ahay weey marka saas ayaa marka saala leey wa ahsu kooba ayuu dha ilaahi subhanahu wa ta'ala oo tiriya al iddata iddada tiriya wa hadda la la khidaabaya raggi haweenkaas furay ayaa ilaahi wuxuu leeyahay wa ahsu kooba ayuu dha ilaahi oo tiriya al iddata iddada naagtu cudda tirsayso معناه إذا صلى إلى شو لترجعوا قبل فراقها سل على الدين ناكتي رقبل لك اللي هي انت نين عدادة كبح اللي يسوع عشده لكن وحاوي ومركي مركاسي هل دلا قل وقفري أما الله بل وقفري الولجي ده لكن هدي سدح لقفري واحد داه الله تراي مجر الله هو داي سبحانه وتعالى وأحصو كوابو إلهي سبحانه وتعالى العدة عدادة كوابو إلهي وعدادة هالله تريو hayala waxa dhigi karta diil cala raqba uu kaleeyahay in markaas waxa weeye adawsan tirin ayadoo ciddadi ka baxday uu arko haday ciddadi ka baxdane hal dalaaqo hadii lagu furo ama laba lagu furay markaas waxa weeye asagu ikhtiyaarkiisa kuma soo cisho karo asaga tasarufkiisa waa ka baxday oo markaas xaq u malaa inuu markaas soo cishado maxay yala waa ka baxday tasarufkiisa weeye wattaqullaah ayuu dhahay alla ka cabsadow ilaahi واتقوا الله الله كعب صدى ربكم ربيين إلهي أضيع أمر كيسا إيا نهي كيسا إلا نده وهو يطلاقا أنه كل حجرنا وحنا إلهي ونفريا وحنا الله ونقرهيبا سبحانه وتعالى مركا وحال ربا إلهي مركو أرنتا أسكوا رمي واتقوا الله ربكم أيو الله إلهي كعب صدى ربيين وحا ماشا كعد مركا أحكام تاس وفان الله كبقين إنو سنفلين sababtoo ah waxaa la arkay dadkii ayagoo haweenkii furay oo waxba ugu harin inay daba joogan oo naagta ana qaba uu leeyahay ayaa la arkaa oo aad iyo aad u tira badan marka waxaa weeye cabsidi Ilaahay ayaa ka maqan ama asagu furay oo hata marqaati lahayn waxbana isa ugu harsanayn ayuu dafiraya markaas waxaa weeye sharcigu daahirka uu xugminayaa ilaa hadii waxaa weeye marqaati aan lahaynin asagina uu inkirsan yahay ee waxa weeye cinda Allaah haddii horta wada furay waa ka furanta oo meeshaas wixii dambi ah oo ka yimaada naataas haddii asagoo furay ku laabto waxa weeye zani weeye markaas qof zani ah oo zinadaas dambigeeda loo quraayo noqonaya hadhowna Ilaahay waa ku ciqaabaya marka hadda qaar sidaas ka faa'iideysan alla ka baqayna jira maxay yeelay Allah subhanahu wa ta'ala wattaqullaaha rabbakum ayyuhal ilaahi ilaahi ka cabsada oo rabbigiina u ilaahi marka hadda culimadu hadda waxay aaimada oo fuqahadahu duhurka markaasi naagta idoo la jamaacay la furo waxa weeye imaamu maaliki agtiisa karaahi waaye imaamu shaaficina waxa weeye maaragtay xaaraam weeye laakiin ciddada waa looga xisaabaa uu leeyahay marka sidaas ayaa khilaaf xagga madaahibta uu jiraa laakiin xaylka lagu furo inuu xaaraam yahay taas ayda mutafaqa lagu yahay oo aaimadu isku waafaqsan tahay ilaahay wuxuu dhahay subxaanahu wa ta'aala ربينا كعب صدود إلهي واتقوا الله الله كعب صدى ربكم ربينا لا تخرجوهن هوانكا صبحين أو إلهي
من بيوتهن غريهودها كبحنا هو انت مركي لفرو ان غرغي لغا بخش لا مره غرغي لو فراقي او مركاسي طلاق او كدعي اني جوجتي ميشا اسكو عده ترساتو ايا لا دونيا مركا الهي وحو داي سبحانه وتعالى لا تخرجوهن هبحنا من بيوتهن غريهودها كبحنا او رغ فري ايا وحال ليهي غريهودها كبحنا guriyahan hadda waxa ayaga loogu ilaafayayo maadaama ayagu ay ku dhaqmaayeen oo manaaficdiisa ay haystaan ayaa markaas gurihooda leh hadda guri ayagu milku leeyeen laga ma wado ee waxa weeye gurigi markaas lagu faaruqay ayaa loo la jeeda la tukhrijuhunna min buyutina wa ilaahi subhanahu wa ta'ala gurihooda ka bixina al masakin allati waqa'a al firaq fiha wi wa guriha markaas furinka uu ka dhacay oo markaas buyutul azwaaj ayagana sida hadduu sheesay loo waxa loogu ilaafeynaa waxa weeye ayaga ayaa la khaas ah weeye xagga deegaanka saas weeye ilaahay hadda meeshan wuxuu ku kulmay laba nahi ayuu ku kulmiyay la tukhrijuhunna min buyutina wala yakhrujna ayaguna ay sanbixin in laga baxsho ama ayagu ay ka baxaan ma banaana waxa la ishaaraya zawjka hadii waxa weeye adawu idma khuruj oo yiraahdo way iska bixi kartaa inayna u banaaneen maxay ila ciddada sideedaba xaq ilaahi waayo mooyana wax ninku leeyahay ma marka ayaga labada isfurtay taraaligooda markaas ku dhicimayso dadka badawda waxaa la arkaa nin asagoo haweentii qaba markuu dhimanayo inuu dardaarmo haweentaas aniga maartay asay ii saaramayso asayda waxa loo yaqaano iyaduna waa ciddatul wafaadi ii saaramayso u leeyahay markaas odaygii saas uu ka dardaarmay haweentii saas waa ayayda su'aashaasa ay imaahaysa wax shaqo loo ku leeyahay ma jirto hadaysan oo raba saas inayna u saaran ha furo laakiin waxa weeye asoo qaba ayuu hadana wuxuu leeyahay aniga markaasi waxa weeye asay ii saaramayso taas wax aad iyo aad u xun weeye asaydu xaq ilaahay cudadaas xaq ilaahay waa shaqo uu ku leeyahay ma jirtaba midan kale oo markaasi cudatu dalaaqa ayduna saas oo kaleentood weeye waxa ayaga taraaligood ah oo isu raali ahaansho zawjka iyo zawjada ay ku dhacayso ma jirto taas waa xaq ilaahay wax shaqo loo kuleeyin ma jirto markaas uu dhay ilaahay subxaanahu wa ta'aala la tukhrijuhunna habihina wa ilaahi min buyutihinna guriyahooda ka bixina walaa yakhrujna ayaguna yaysan bixin ayaguna yaysan bixin way ilaa cudadu ay ka dhamaahayso xataa tan qaliicida tuuna way ilaa markaas waxa way cudadoodu ay ka go'eyso cid naagtaas gurigaas waa inay ku jirtaa jiriduna hadda macnaheedu ma aha mar walba inay gurigaas dhex joogeyso dadka markaasi diriska iyo markaas haday haweenka iska la soo sheekaysayse waa aadi kartaa suuqeeda waa aadi kartaa waxaa la rabaa habeenka inay meesha u soo hoyato gurigaas inay saas ugu noolaato oo isan ka guurina la diidaya laakiin inay xawaajteeda soo qabsato oo markaas ay ku soo laabato taas waxa weeye markaasi ma ahan tiila iska reebay ma ahan taas macnaheedu loola jeeda weey waxa ilaahay soo isisnoodo soo reebay إلا أن يأتينا إن إلي ماذان مويان عيون إلهي بفاحشة فاحشة فاحشة تفسير دور تفسيري إسكالاده زنو والغفصرة مبينة أو عط أمس مبينة لعدي مركز وحاوي بحد مركز محين غنيسا فيخرجنا لإقامة الحد عليهن وابحايان حدود سلوك سوء وزنو ذي هدهي قشوناكتي أيضو مركزي عدده سكجرت waa weey warkaasi xuduuda lagu soo oogaya saasayna ku baxaysa adamaba ka soo laabanayso hadii xuduuda lagu oogaa la yiraa naag la furayo oo zawj soo martay in la dilo weey nafta laga gooyo dhagax looga gooya weey waxaa kale oo lagu fasiray ila an yaatiina inay la yimaadaan mooyana bifaahishatin fool xumo mubayinatin oo cad waxaa ayadana kamida in dadka guryahaas degan in markaasi ay dhibta weey masalan ma ninkaas ahalkiisa iyo meesha degan ayay dhibaysaa oo qof dabeecad xun weeye marka dadkii lama noolaa karto markaas in la bixiyo ayaa banaan lisuu khuluqaha dabeecad xumadeeda in meesha laga saaro mar haddaysan dadkii la noolaa karin marka faaxishada mooyinaa taasna waa la dhihi karaa wa tilka taasoo dhe ilaahay axkaamtaas laga soo waramay suuradda awalkeeda ilaa intaan laga soo gaaro ayaa la ishaarayaa wa tilka taasoo dhe ilaahay subxaanahu wa ta'aala xuduudullaahi ilaahay xuduudiisa weeye.
حد إلهي سبحانه وتعالى وحده أو سهدي ميوي ومن يتعدى روح قد بوله ألا حدود الله إلهي حدوديس فقد حقيقها الظلام واد الميكاس نفسه ونفتي سود المي أرمها صد إلهي نوغص ورمو أحكام تاس وحدود إلهي إلهي أحده سبحانه وتعالى سداس إن مركاس فرين كو وهذا ومن يتعدى روح قد بوله ألا حدود الله إلهي حدوديس ووحي إلهي حدي كتلاب صده فقد حقيقها ظلمك سوى ذلمي نفسه ونفتي سوى ذلمي وفقا ظالم نفتي سوى ذلمي وآيو لغا جاسين آيو مرك هذا إلهي وحول خضابة يا قفك مطلقة أو وحفوري إلهي وحول هاي لعل الله ألا وحوم لعل ذا قرآن كيا حديثة حقيقة وهاي سيدي تي عربية ذو لعل لترجي وتوقع مها لعل الله ألا وحو حقيقة كوي هاي يحدث إنو سوى درسي وكيانو بعد ذلك فرين كاس بعد يسا أمرا أمر أو مثلا بوحوي مراجع ناكت إلا سوء الشيشو ولكن فيما إذا كان واحدة أو إثنتين هدين مثلا بناكت هل دلاغة الغفري أما اللبا الغفري وهي لكن سد حدين الغفري وحسو عشي مجران وابا انت مركاس بينونة الكبرى أي با انت مركا هذا وحا ميشا ليسو إشارة يا أو دب إغا بشر كنؤو يهي نينك يا ناكت هدي إسفران وإيس الصور ربونا يا أما هذا يسا إسوا صو وذا ربون ناكتبا صو لابنا يسا أما نينكبا صو لابنا يا بركة وحال ربا إن وحال ريبتو ميل لغا صو لابكرو إني أرنتو إيجوكتو أيا لوبا هاي ميل لغا صو لابكرو إني أرنتو جوكتو ودي مثلا ما ناكتال دلاقة لغفرو أما لابا لغفرو عددي نا أي مركز ناها وينتا يكجرتو نينكوا صو لابكرا ayada haday xataa laftir keedo oo iska daayo xumaanta ka soo laabato ay tiraado waxa weey wuxuu u noqon maayo oo shalaydo oo aragto markaasii alamul firaaq firaaq markaasii alam ayuu iska leeyahay xanuune furitaanku xanuunu iska leeyahay markay aragto waxa weey meel laga soo naqa kare arin joogta marka qofka mudalliqa ah wax furaaya ayaa waxa loo ishaaraya inuu na dalaaq hal mar uu soo wada ridino naagti uu san wada furin oo saddexdi markaas uu say isugu duuduubin سدح ذا مركز ضوء سقوط ضوء ضوء بهذا ما يشس عمر يلي وأنا كشلاية ناها وين تناوي كشلاية سا مركز هذا اللي على ذا الحقيقة وياه وحلا جهرب بري آدم كلو وياه تدك مركز سكة سايقو سوحن هذا إسفران وحاء ما هي سمركزي إن إسوسو لابتر جارهان وحي أبدا انتهي إن مركز قفك أو وحوي دمبيلها هاي أو كاري أرنتان فرين كان إيو أو جرد هذا أبدا نادي inu soo laabto qalbigiisaas ilaahay ku rido ayay u badan tahay marka waxa la raba haweenta markii la furaayo in hal dalaaqo lagu furo ama maratay laba lagu furo hadii loogu bato sidaas loo baahan yahay oo la ilaaliyo markaasi xuduudaas waxa weeye markaasi laga soo laabo karo hadii waxa weeye ay timaado raja ay timaado oo qofku waxa weeye wuxuu galo ka soo laabto ka shalaayo hadii aynan imaane hadda waqti haday cudadeedii dhamaato saasay ku baahineysa markaas waxa kale oo faa'iido ah ilaada halka dalaaqo lagu furo ama labada lagu furo haday cudadeedii dhamaato hadhow markaas iidoo nin aysan soo marin oo nikaah oo sadhicin ay nikaah cusub iskula soo naqa karaya faa'iidadaas iska leeda laakiin saddex ina lagu rido markaas waxa weeye markaas la qayliyo waxba tarimayso saddex lagu rido markaas ama iidoo waxa weeye hal mar la wada rido ama iidoo la kala if la ifraadiyo isku mid weeye ay madha markaas jamaacu saxaaba way hadii hal dalaaq markaas saddex mar lagu duuduubo ay madha madahibti ay kulay jamaacu saxaaba way waxa way halkaas ku baaineysa ee waxa way walaxa ku dhiman iyo waxaas waxba ka jiraan way ila iska ilaaliya marka arimaha noocaas la'allaah allah wuxuu mudan yahay yuhdis inuu soo dirsiyo baad dalika furinkaas badiisoo ilaahay amar uu soo dirriis ee waxa way qofka mudalliqa waa inuu fiirsada way inta saas la dhihi lahayo la gabgabey lahay naagti idoo saddex lagu furo laga daba gabgabey lahay hal dalaaqo ama salabaha lagu furo markaas waxa weey jaaniskaas ama majaalka meeshaas ka banaan hal la fiirsado markaas marka casharkeena intaas uu ka yeegay Allah subhanahu wa ta'ala salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.